السلام عليكم اخواني اخواتي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ الاحوال طيبه. نشارك معكم هذا الفيديو جديد لهذه المناظر الجميله، بحال هاد الزخرفه وهاد الحاجات اللي ولاو كيبدعوا بهم. زعما صراحه تبارك الله ما شاء الله في بلادنا، شوفوا كيفاش دايرين، يعني كتحيري والله شي حوايج، يعني كيهبلوا حاجات زوينه وحاجات جديده، فتبارك الله ما شاء الله. شوفوا هذا الشيء زعما صراحة كتحيري انك شنو تاخدي، شنو تشري، شنو تجيبي معك. والله تبارك الله بلادنا فيها الخيرات ما شاء الله تبارك الله. المهم اللي عجبكم هذا الفيديو تقاسموه مع اهل الاصدقاء ديالكم، ما تبخلوش علينا بلي لايك، واللي دخل جديد يتابعونا ويضر الجرس باش ديما يطلع لي الجديد. وشكرا لكم، شوفوا تبارك الله على القصيريات وعلى الطواجن وعلى الطنجيات، ما نقولش كل شيء، كل شيء اللي بغيتي هنا موجود في هذا المكان. هذه مكان يعني مكان غاد تقريبا جميل، في واحد استراحة في خارج على كازا. تبارك الله داك الشيء كيهبل عندهم، ما نقولش لكم والله الا زوين. انت ما تحيريش شنو تاخدي، يلا تبارك الله.